بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، علم آدم وفهم سليمان، وجعل العلم حلية للإنسان في سائر الأزمان. اللهم أنر قلوبنا وعقولنا بنور العلم، وزيننا بالحلم، وسهل لنا مسالك الفهم، وأخرجنا بلطفك من مسالك الوهم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. ونشهد أن سيدنا محمدًا نبي الهدى. ببركة الصلاة على النبي وآله، امنح سلامك ربي كيف تشاء، أنت الذي يا رب تعرف قدره، والعالمون وإن دروا جهلاء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة على قنوات التلفزيون المصري، القناة الأولى والفضائية المصرية والنيل الثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة وشبكات الإذاعة المصرية، ومعنا منها من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة، ومن التخطيط الديني الزميل محمد حمادة. ننقلها لكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، ومن المحراب الفاطمي الذي هو خلفي، ومن رحاب قلعة العلم وكعبة العلماء، من رحاب الجامع الأزهر الشريف الذي هو منارة على مر الأزمان. قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا. واذكره بعد المسجدين معظما، لمساجد الله الثلاثة مكبرا. واخشع مليا واقضي حق أئمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. كانوا أجل من الملوك جلالة، وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. إخوة الإيمان، ومن قلعة العلم نحييكم حيث تدور خطبة الجمعة لهذا اليوم حول فضل العلم والعلماء، حيث أن المتأمل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنهما رفع من قدر العلم والعلماء، كما يقول الحق سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم ورثة الأنبياء. إخوة الإيمان، خطبة الجمعة لهذا اليوم تدور حول فضل طلب العلم ومنزلة العلماء، وخطيبنا فيها هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغني العواري، عبد الفتاح عبد الغني العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ونبدأ صلاة الجمعة بخير الكلم وأطيبه: جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل Mm-hmm.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق الله أكبر.
الرحمن الرحيم اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.